السلام عليكم صبايا، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اول شيء بدي اتشكرك اللي سأل عني بغيابي، شكرا كتير لكم، اشتقت لكم كتير، وشكرا لكل سؤال سألتوا عني. الحمد لله انا هلا بخير، الحمد لله رب العالمين. طبعا بدي اتشكر كل يلي بعتوا لي الرسائل، كل يلي سألوا عني بغيابي هالفترة. وصراحة يعني اعتذر اني مش رح احكي بالموضوع اللي غبت بسببه، كرمال انه ما بدي اجرب هيك موضوع. انا يعني قناتي واضحة ليه، وما بحب يعني مثل قنوات كتير بتتاجر بخصوصيات او بمرضى او ما بحب هالامور، بتعرفوا انه قناتي اللي عند اللي بتشوفوه بس. بس طبعا ما بنسى انه يلي سألوا عن مكتار، يلي عن جد ولاد اصل بحب كثير عن جد، وشكرا لكم، انبسطت كثير انكم سألتوا عني، وبتشكركم من قلبي، والله لا يورجيكم يلي انا شفته. الحمد لله انا هلا بخير كثير، الحمد لله كله يعني من رضا من رب العالمين. شو ما بصير ان كان خير او شر، هذا بكون تجربه من رب العالمين. المهم نكون قوية، والمهم نطلع منها ونشكر رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اليوم الفيديو صراحة صبرت بإيد وحدة بدكم تعزموني، لأنه ما قدرت كتير أقطع ووصل مثل ما رح تشوفوا. يعني كان صعب التسويق إني أقطع، وبإيد وحدة صعب كمان كتير. هلا عندي شتمت بصراحة، ما بعرف وين ضايع من لما جيت من لبنان، ضايع ما بعرف أنا. يعني هي بدي بوقف على الكاميرا، والكاميرا بإيد والتصوير بإيد، ما فيني ظبط كتير التصوير. يلا كمان شوي أنا تقريبا يعني الفيديو مش إني عم صور لكم، لأنه هيدا ترويقة كنا عاملينها، بس أنا عم طمنكم علي لأنكم عم تبعتوا لي، عن جد بحبكم كتير، شكرا لأنكم لإلكم. أنا هون طبعا كنت على البرندة وعم أقصقص شوية خضرة هول، لأنه بتعرفوا إنه صرت بألمانيا هلأ شوية برد، عم شيلهم قبل ما يعني يخربوا، مثل البصل مثل النعنع، يعني كل هالقصص يلي كنت زرعتها عم شيلهم. مثل ما شايفين طبعا كنت على البرندة انا زارعة كتير قصص، بس صراحة من الوقت يلي جيت فيه من لبنان ورجعت دخلت مستشفى نادي كتير قصص، بتعرفوا كان اجا شوب على المانيا شوي، واذا ما اهتميتوا بالزرع دايما بيحترق. فصبايا انا اشتقت لكم عن جد كتير، وان شاء الله ان شاء الله بنزل فيديوهات على طول، اذا صار لي وقت رح نزل، اذا ما صار لي يعني بدكم تعذروني شوي. نحن هون بدي بلش بالترويقة، هيدا كان الصبح، كان يوم احد مثل ما شايفين، هيدا صلى على سيدنا محمد المول يلي بقبل بيتي على طول. كنت قبل ما انزل على لبنان صور لكم، وشوف ما شاء الله رح يخلصوا ان شاء الله اخر السنة بصير الافتتاح، بصور لكم ان شاء الله تعالى. فسبحان الله كان الطقس مش مضبوط ابدا، فصعب تشكي صعب طبعا. المهم هون عم غسل الخضرة، طبعا حطيت ملح مثل ما شايفين، وخل لانقع الخضرة كتير منيح مثل اي حدا بيغسل الخضرة. عملنا ترويقة طبعا، حطيت مي وحطيت خل باقي كتير لانه خل جديدة. وحطيت ضمة هالبقدونس لتنتقع منيح منيح بالمي، شوية فجل والقصص اللي قطعتها كلها من الزراعة تبعوني. ومثل ما شايفين هلا عم بعمل فول وحمص مع بعض، يعني خلطتهم قمشت.
هنفرجيكم العلب كرمال تشتروا منه، لانه هيدا انا جربت كتير فول، هيدا التاني يلي مكتوب عليه عربي، بس صراحة هيدا الفول يلي شايفينه انضف فول يمكن بكل العالم، ما في شركة انضف من هيدي الشركة صراحة، ما يعني ما بعرف، مش دعاي، بس عن جد هيدي انضف شركة ممكن تعملوا عنا فوق، تعملوا منا فول كتير مميزة. انا صراحة اذا جبت علب، مرة جاب لي جوزة علب فول عربي كبيتها. فمثل ما شايفين هون عم ندق كم حصتهم حسب قد ما بتكون بتحطوهم، انا برجع بشيلهم ما بحطهم بس عشان ما وسخ اللي بدق فيها توم، قد ما فيني بحاول ما كتر جلي. شلتهم بصحن التوميتو وفضيت عليهم علبة الفول، مثل ما شايفين حطيتهم بالمعلقة، دقيتهم منيح مع ملح. ما بدنا صبايا، ما ننسى اهلنا بفلسطين والسودان وسوريا واليمن وكل ما والعراق وكل منطقة ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها انه تصبر. وما ننسى كمان لبنان، كمان عم يتعرض لقصف كتير قوي، كمان ندعي للعالم الله يا ربي يجبر خاطرهم كلهم وما يدور مخلوق. طبعا هون انا فضيت الفول ورجعت حطيت، طبعا غسلته وحطيت الحمص مثل ما شايفين، ما كنت حطيت اكتر من نص العلبة بشوي، كرمال الباقيين راح ازين فيهم وجه الصحون لما احطهم. والثوم اذا ملاحظين بعده على جنب، ما بحطه على الغاز معهم. هون ولعت الغاز، شعلت الغاز وحطيت طنجرة الفول عليه. طبعا هون بلشوا يغلوا، بخفف الغاز قد ما فيني كرمال ما تحترق الطنجرة. خلي يستوي منيح الحب لانه ما بيكون يعني دايب كتير. بقص شوية بقدونس بفرمهم وبحطهم من بعد ما طفي الغاز على الاخر، والثوم وهيدي، وبحط الثوم، ثوم مدقوق ناعم كتير، وبحط طبعا الحامض يلي عصرته وبخلطهم. معلش انا ما عندي الشتند، هو عندي والله بس ضايح، ما بعرف وين، مش ضايع، ما بعرف وين، لما طلعت المستشفى ما لقيته، او بيكونوا الاولاد ما بعرف وين حاطينه، ما بعرف صراحة. فحطيت التوم وحطيت البقدونس، قد ما بتكون حطوا توم وقد ما بتكون حطوا وقد ما بتكون حطوا حامض. وهون طبعا بس ما خلصت حطيت كل شي عندكم بالبراد بتحبوا تاكلوه مع هيدي الاكلة، او شو في عندكم، شو ربنا سبحانه وتعالى قسم لكم حطوا. انا هون حاطة بصل وبندورة، زيتون اسود، خيار كبيس مخلل، وخضرة بقدونس وفجيل، يعني كل اللي ربنا سبحانه وتعالى قسم لنا ناكله بناكله الحمد لله رب العالمين. الله يديم نعمة على الجميع يا رب. وهون مثل ما شايفين هيدا كان ابني، ابني دائما اول واحد بياكل، لانه يعني بكون جوعان ناطرني على الباب ناطر، اول واحد بياخد طاولته هو ياخدها بيقعد على الطاوله. فمثل ما شايفين هيك الصحن برتب، وهيك صحون الفول هيك بتترتب. طبعا بده زيت زيتون، الفول كتير بحب زيت الزيتون. طبعا جيبوا زيت الزيتون من ال دي ام، زيت الزيتون تبع الدي ام كتير منيح. وهيك كمان رشينا عليه رشة حر صغيرة من مش حر كتير يعني بين البنين، بطيب الاكل. وكمان مثل ما شايفين رشيت على الزيتون الاسود. وهيك برتب صبايا انا السفرة.
المونتاج اليوم تبع الفيديو مش كتير مشغول عليه، معلش لأنه يعني عندي ظرف خاص. بعتذر منكم، بس الفول طلع كتير. طيب اعملوه بهالطريقة كتير طيب. والفول يلي فرجيتكن هو هو، والحمص هيدا اعتمدوه كتير طيب، موجود بكل المحلات بألمانيا.